الحمد لله فرحان بزاف مع هذا الماتش الاول ديالي مع المنتخب. كنت كنستنى هذا الوقت يوصل. خصني نعطي انا فرحان بزاف علاش دخلني اليوم المدرب. قال لي زعما ندخل نلعب بحال اللي كان لعب في الفرقه ديالي في بلاد وليد. وان شاء الله هذا هو الماتش الاول كاملين بينا مع بعضنا، وباقي خصنا نترينيو اختار مع بعضنا. وهذيك بالحق عندنا اللعابه مزيانين، وان شاء الله نقدروا نعملوا شي حاجه مزيانه مع المغرب.